اللهم صل على حبيبك وخليلك وصفيك ودليلك سيدنا محمد الذي خصصته بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وشفعته في من صلى عليه في الدار الآخرة وقلت في حقه إجلالا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. توجته بتاج الجمال وألبسته لباس الكمال وزينته بأشرف الخصال، فاللهم صل عليه وعلى صحبه والآل صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامجكم تعلق وتخلق. تعلق بأسماء الله الحسنى، تعلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتخلق بها. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم نقف مع خلق محمدي. خلق احنا كأتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطالبين بأن نتخلق به وأن نتصف به. واحد الصفة كانت في سيدنا محمد، وهي في الحقيقة من أسماء الله. الله من أسمائه الحسنى الجبار. ما معنى الجبار؟ أنه إذا كانت شي حاجة مكسورة يجبرها سبحانه. وأكثر شيء يعني كيتهرس في الإنسان، ياك أكثر من الزجاج وأكثر من أي شيء يتكسر في هذا الوجود، هو قلب الإنسان، هو خاطر الإنسان. هذا الخاطر وهذا القلب راه هشيش لواحد الدرجة لا تتصور أخي الكريم أختي الكريمة. راه أحيانا نظرة قد تكسر خاطر إنسان، كلمة قد تكسر خاطر إنسان، موقف قد يكسر خاطر الإنسان وتبقى ذاك الإنسان مكسور. فالمتخلق بخلق الله الجبار يعني يسعى جاهدا في أن يجبر خواطر عباد الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر واحد جبر الخواطر، عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى السلام. شي مرة واحد الصحابية جليلة كانت عندها واحد الأمنية. ما هي أمنيتها؟ أمنيتها أنها بغت تصلي مورا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمنيتها أنها بغت تسمع الصوت دياله وهو يقرأ القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بغت تحس بهذيك الحلاوة وهذاك الخشوع ديال الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مرة مسكينة عجوز بلغت من الكبر عتية، رجليها ما بقاوش قادينها، ما بقاتش كتخرج من الدار، ما قدرش تحرك. علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحالها، وصلت بأنه كتمنى هذه السيدة لو تتاح لها الفرصة ولو مرة في عمرها فتأتي لمسجد رسول الله فتصلي خلفه. عرفتي شنو دار الحبيب عليه الصلاة والسلام أخي الكريم أختي الكريمة؟ مشى عندها للدار، وكانت تسكن في أقصى المدينة، مسافة طويلة. مشى عندها للدار وجلس معها واحد النهير وصلى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبرا لخاطرها. تخيل بعد هذا الموقف، واش ممكن شي إنسان يقول أنا مشغول؟ واش كاين شي واحد مشغول في هذه الدنيا قد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عنده هم ديال الدنيا، وكان عنده هم الآخرة، كان عنده تسعود ديال النساء، كانت عنده الأمة دياله مهموم بها، ومع ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلقى وقت لهذه المرأة العجوز ليجبر بخاطرها. واش ممكن شي إنسان يقول أنا ممكن لياش وما عنديش الوقت وأنا إنسان مهم؟ واش كاين شي واحد في هذه الدنيا هذه أكثر أهمية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللي رفع إلى السماء كما قال الشاعر: أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، صعد إلى السماوات العلى، بل تجاوز السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، بل إلى الحضرة الإلهية، بل إلى مكان سمع فيه طريف الأقلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأهم وأعظم إنسان مر في هذا الوجود، ومع ذلك يجد وقتا
للعناية والاهتمام وجبر خاطر امرأة عجوز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف هو اللي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. في ليلة من الليالي بكى 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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل الله إليه جبريل وقال له إن الله تعالى أرسلني إليك. وتيقول لك ما بك يا محمد، لماذا تبكي؟ والله أعلم طبعا بحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له أمتي أمتي، أنا كنبكي على ود الأمة، أنا عارف بأن أمتي مذنبة وأمتي تدير أخطاء وأمتي ضعيفة، فأنا خايف عليها من الهلاك، خايف عليها من العذاب، خايف عليها من النار. فعاد جبريل وقال له يا ربي يبكي من أجل أمته، فأرسله الله جل في علاه وقال له يا جبريل أخبر محمداً أننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. شتي كيفاش الله تعالى جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان رافد واحد الهم كبير وهو هم الأمة وخايف على الأمة من العذاب، فجبر الله بخاطره فقال ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنا سنرضيك في أمتك يا محمد ولا نسوءك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتخلق بهذا الخلق الإلهي الجليل الجميل الكريم. تيدخل للمسجد وكيلقى واحد الصحابي أمامة حزين في واحد الركنة في المسجد، مسكين بين عليه الهم والغم والضيق، فتيجي عنده سيدنا محمد يقول مالك يا أمامة، هذا ماشي وقت الصلاة، جالس هنا كتبان عليك إكلابة، شنو عندك؟ شوف كيفاش يهتم لأدق التفاصيل وكيشوف الإنسان إلا كان مقلق وكذا كيسول. قال له ديون لزمتني يا رسول الله، ما عندي ما نخبي عليك، راني الديون غرقت. قال له ألا أعلمك كلمات؟ إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. قالها سيدنا أمامة فقضى الله دينه في وقت قصير. إذن احنا أخي الكريم أختي الكريمة، راه ممكن أننا تحنا نديره في حال هكذا، الواحد يهز معه واحد الكتيب صغير فيه الأدعية من القرآن وأدعية من السنة، دعاء ديال الهم ودعاء ديال الشفاء ودعاء ديال كذا، وملي نشوفوا شي واحد في شي يعني في شي حالة نفسية ماشي هي هذيك، نهديه هذاك الكتاب جبرا لخاطره، أو نعلموه شي دعاء جميل، أو نعلموه شي ذكر يكون فيه يعني تنفيس للكروب. هكذا يكون المؤمن جابرا للخواطر، المؤمن كسيدنا الخضر. الخضر فوجد فاش كانوا غادين يدخلوا لهذيك القرية، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هكذا يصنع المؤمن، إذا وجد قلبا يريد أن ينقض فأقامه فيجبره. احنا عندنا واحد القضية، أن رمضان الله تبارك وتعالى فرض علينا واحد الأمر كنديروه في نهاية رمضان، اللي هو زكاة الفطر، أن كاع المسلمين كياخذوا واحد الجزء يعني من طعامهم ولا من مالهم وكيعطيوه للفقراء والمساكين والمحتاجين قبل يوم العيد. وهاد الفطرة هذه كنسميوها احنا الفطرة اللي هي زكاة الفطر، فالله تبارك وتعالى يجبر بها الخلل والنقص والعيوب اللي كانت في الصيام ديالنا، وفي المقابل يجبر بها خواطر هذوك الناس الفقراء والمساكين. ملي الأغنياء غادي يشريوا الملابس وغادي ياكلوا أشهى المأكولات في هذاك اليوم، فالله تبارك وتعالى بغى كل شيء يفرح. لاحظتي؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. لقيتي واحد ولدك مثلا يعني كان تيفيق مع الصباح وتيحفظ وكيجتهد وتبارك الله كان تيسهر بالليل وما خلى ما دار ودار ساعات إضافية وكذا، وفي نهاية المطاف يعني ما حققش هذيك النتيجة اللي كان تيحلم بها، فما تجيش وتحطمه وتقول له أنت ما عمرك ما درتي شي حاجة، وفين عمرك نجحتي وفين عمرك وصلتي لشي حاجة. بل أجبر خاطره وقل له واحد الكلمة طيبة. مرتك دخلتي للدار ومسكينة سيقات وخملات وصبنات وطيبات وقامت يعني بواحد المجهود كبير باش تدخل انت للدار وتلقى بأن الأكل موجود والملابس مرتبة والأتات مرتب وكل حاجة في المكان ديالها، فكن جابرا للخاطر وقل لها واحد الكلمة طيبة، أثني على مجهودها، هذيك الكلمة غادي ترفع المعنويات ديالها وغادي تخليها فرحانة وسعيدة. الزوجة كذلك، دخل راجلك بعد يوم من العمل الشاق، راه مشى مسكين تيضرب تماره وتيجتهد من اجل زوجه ومن اجل عياله،
فملي يدخل الدار ما تقولش ما تقوليش لراجلك وانت شنو كدير اصلا وهذه واش خدمه هذه وما عمرك ما درتي لنا، بل اثني على جهوده وادعي معاه وقولي ليه الله يعطيك الصحه والله يعطيك طول العمر والله يخليك لينا. اخي الكريم اختي الكريمه، كنت غادي في الشارع لقيتي واحد مسكين يعني تيبيع شي حاجه على قد الحال، دير شي عربه ولا دير شي فراشه ولا شي حاجه اللي يعني مسكين كيبان لك بان البضاعه ديالو على قد الحال وداك الشيء بسيط، سير شري من عنده شجعه وعاونه واعطيه اكثر من داك الشيء اللي شريتي، اكثر من داك القيمه ديال ديك البضاعه اللي شريتي. اجبر بخاطره، اجبر بخاطره. الامثله ديال جبر الخواطر كثيره وكثيره جدا. من امثله جبر الخواطر ان تدعو للاحياء وللاموات. من أمثلة جبر الخواطر أن واحد الإنسان توفى تمشي تحضر مع العائلة ديالو كذا وتحضر معهم في صلاة الجنازة وتمشي تحضر معهم في المراسيم ديال الدفن. هذا الشيء أخي الكريم أختي الكريمة راه كله جبر للخواطر. من أمثلة أخي الكريم أختي الكريمة جبر الخواطر في تعاملنا مع اليتيم. الله تعالى تيقول لنا في القرآن فأما اليتيم فلا تقهر. هذاك اليتيم راه النفسية ديالو هشيشة بزاف، الأب ديالو تحت التراب، ما عندوش الناصر، ما عندوش الولي، ما عندوش المعين إلا الله سبحانه وجل في علاه. فنجبر بخاطره بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة، قدرنا نكرموه ونتهلاو فيه فلنفعل. من أمثلة جبر الخواطر كذلك، وهذه في الحقيقة قالها عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل. هذا الرجل تيقول بأنه كيكون سمع مثلا واحد الحديث، واحد الكلام، واحد الموعظة، واحد القصة يعني سمعها يعني مرارا وتكرارا ويعلمها جيدا ويحفظ تفاصيلها، كيجي شي واحد كيحكيها ليه وتيعاودها ليه فينصت له كأنه يسمعها لأول مرة. كاين بعض الناس يلا كتبغي تبدا واحد الحديث ولا يلا كتبغي تبدا واحد الآية ولا يلا كتبغي تبدا واحد النكتة مثلا ولا شي معلومة، وحنا اليوم كنعيشوا عصر المعلومات، أو كتلقاه كيسبقك وتقول لك أي هي في راسي. المؤمن لا يكون هكذا، المؤمن لا يكون هكذا. شتي الناس الأذكياء، الناس الفطناء، الناس اللي كيفهموا القيمة ديال جبر الخواطر، راك تتعاود ليه واحد النكتة هو حافظها وسامعها آلاف المرات فيضحك منها جبرا لخاطرك، جبرا لخاطرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخي الكريم أختي الكريمة، في يوم من الأيام في السوق تتلقى مع واحد الجارية كتبكي، تقول لها مالك بنتي شنو عندك؟ قالت له راه سيدتي أرسلتني إلى السوق وعطتني واحد الإناء باش نشري اللبن، واش نقول لك يا رسول الله راه تهرس لي ذاك الإناء، ودابا إلا رجعت عندها وقلت لها راه تهرس لي راه يعني من الله شنو غادي دير لي وراني خايفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا عنده 4 ديال الدراهم فضية، فأعطاها 2 ديال الدراهم فضية، قال لها سيري يا بنتي شري واحد الإناء آخر وشري اللبن وسيري. فأخذت الدينارين ومشات وشرات اللبن وشرات الإناء، وواحد الوقيتة تلقاها صلى الله عليه وسلم جالسة عاوتاني كتبكي، قال لها مالك ياك عندك اللبن وعندك الإناء؟ قالت له راني تعطلت بزاف وإلا مشيت الآن راه السيدة راه غادي راه يعلم الله شنو غادي دير لي راني خايفة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك سوف أذهب معك. تخيل غيخلي الأشغال والمشاغل والالتزامات والمواعيد وغيمشي مع واحد البنت صغيرة جارية غيمشي معاها تال عند، وكانوا هذوك الناس ساكنين بعاد على المدينة، فملي وصل لعندهم يعني تيدقوا الباب تيقولوا ليه من؟ تيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرحانين الناس كيقولوا لي رسول الله كلك جيتي عندنا وشرفتينا وكبرتي بنا. تيقول لهم جئت أشفع لهذه الجارية، راه اللي وقع عليها اللي وقع عليها عافاكم، ما توبخوهاش ما تلوموهاش، راه مسكينة راه بلا إرادتها. فهنا من شدة فرح هذه الأسرة وهذه العائلة بخطوات النبي وبأقدام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هي حرة لوجه الله. هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. ياك لنكن كالخضر عليه السلام. شي مرة شي واحد، هذا طبيب كان شي واحد من الصالحين ومن العلماء الأجلاء، يعني كان مريضا وانقابت الفراش، فشي واحد من ذوك الأطباء اللي كيقابلوا
فقال له عافاك بلا ما تجي للمستشفى باش نديروا المراقبه، خليني انا نجي عندك حتى للدار، ما نعذبكش، انت راجل كبير وعييتي والمرض ديالك لا يسمح بكثره الحركه. فمشى عنده للدار وفعلا دار ديك الفحوصات وكذا، ومن بعد قال له يا سيدي وصيني الله يجازيك بخير، انت رجل صالح وفنيتي عمرك في الدعوه الى الله وفي العلم وفي العمل وفي تعليم الناس، نصحني شي نصيحه شي عمل تقرب به الله تبارك وتعالى. انت كتشوف انا راه مشرف على الستينات من عمري وما بقى قد ما فات، وشنو بان لك واش نبقى ندير العمره نكثر من العمره؟ قال له لا، كاين ما احسن من العمره. قال له الصدقات؟ قال له كاين ما احسن. قال له قضاء حوائج الناس؟ قال له كاين ما احسن. قال له شنو اللي احسن؟ قال له نمشي نحفظ القران، نقرا القران كثار، شنو ندير نكثر من الذكر؟ قال له انا غنعطيك واحد العمل الى عملتي به الله تبارك وتعالى سيرضيك في الدنيا قبل الاخره. قال له شنو هو؟ قال له ان تجبر بخواطر الناس. قال له هذا؟ قال له اسمع ولدي، من سرى بين الناس جابرا للخواطر انقذه الله بعنايته من وسط المخاطر. قال لي احفظ ولدي هذه القاعده هذه، اذا كنت جابر للخواطر الله تعالى سينقذك وسط المخاطر. فدازت على هذه الزياره وعلى هذه النصيحه يعني يومين، وهذا الرجل يعني يشتغل طبيب في مستشفى من المستشفيات، فعيط له شي واحد صاحبه وقال له الله يجازيك بخير انا راه نسيبتي راه كاينه عندكم في السبيطار في المستشفى، الا جات على خاطرك يعني دير لها خاطرها، راه غتفرح بزاف الا شافتك مشيتي عندها وزرتيها وطمنتيها بان المرض ديالها راه ماشي شي حاجه صعيبه وراه غيتشافى. فهو بقى تيقول انا راني ما مساليش واليوم يوم عطله وعندي بزاف ما نقضي وعندي سخرات ديال الدار وعندي وعندي وعندي. فتذكر وصية الفقيه الجليل اللي قال له أجبر بخواطر الناس، فذهب إلى السيدة وهي في المستشفى وطمن على الحالة ديالها وقال لها الحمد لله راه إن شاء الله قريب تخرجي وراه ما عندك شي حاجة كثيرة. خرج من عندها وهو لا يزال في المستشفى كيشعر بواحد الألم خطير جدا في صدره كاد أن يغمى عليه. هو طبيب متخصص فعرف بأن هذه البوادر ديال أزمة قلبية حادة، بوادر ديال جلطة في القلب. فبسرعة وهو في المستشفى تيقول لأحد الناس اللي تما قال له عافاك جيب لي الدواء الفلان فلاني، عافاك دابا دابا دابا. فبسرعة جابوا ليه ديك الحبة كلاها، شرب كاس ديال الماء وذهبت تلك الجلطة في هذيك اللحظة. فتذكر نصيحة الفقيه، نصيحة الشيخ الجليل اللي قال له من سرى بين الناس جابرا للخواطر أنجاه الله من وسط المخاطر، أنجاه الله وسط المخاطر. أسأل الله تعالى أن يلهمني ويلهمكم جبر الخواطر، وأن يعلمني ويعلمكم كيف نجبر بالخواطر. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.